حاضرين وبتلقى طلبات المشاركات. اسمحوا لي بس ان بس هنسلم بعض الشخصيات ميدالية الشبكة الذهبية. الإعلامي القطري الكبير الدكتور هشام الدباب، تفضل يا فندم. كلمات الميدالية الذهبية للشبكة. سيادة اللواء أسلمك شهادة بفوزك بالميدالية الذهبية تقديرا لجهودك في خدمة الأسرة والمجتمع ولدورك التوعوي والتثقيفي الكبير. أحيي المملكة الأردنية الهاشمية، شعب المملكة، قيادة المملكة، بشخص الدكتور هشام الدباب، وفي وجود أيضا الإعلامية الصغيرة نور الشريعة وشقيقتها والدها. هو يمثل الأردن الإنسان الأردني المفكر المحب الوطن المنتمي للقبائل العربية. شكرا لكم. أخرين جيتوا بالتوفيق.